بالنسبه للراديشن هازارد، نقدر نتكلم في الاول على الايونايزر راديشنز. ايونايزر راديشنز الحقيقه زي الاكس راي، زي الجاما راي، زي الحاجات اللي هي بالشكل ده كده، بتبقى فيها طاقه عاليه جدا، بتتفاعل وتعمل انتر اكشن مع التيشو تايبس المختلفه بطرق مختلفه. من اهم الطرق اللي بتعمل يعني تاثيرات مهمه عندنا كراديشن هازارز هي الفوتو الكتريك افكت. الفوتو الكتريك افكت بيحصل فيه ان بيبقى فيه انسيدنت جاما فوتون او الانسيدنت اكس راي فوتون، بيجي بعد كده بينتر اكت مع واحد من الانر شيل الكترونز الموجوده عندنا داخل الذره، وبيطلع منها فوتو الكترون بسرعه الحقيقه عاليه جدا. يعني بمعنى الطاقه بتاعت الانسيدنت فوتون بتساوي طاقه اللي هي البايندنج انرجي عشان نحرر الالكترون الموجود عندنا هنا دوت، زائد الكاينتيك انرجي اللي موجوده، وبالتالي كاينتيك انرجي الحقيقه بتبقى عاليه جدا بتاعت الالكترون اللي طالع دوت. الالكترون اللي طالع ده الحقيقه ممكن يعمل حاجات كتيره. يعني في البدايه كده احنا عملنا كده دلوقتي ايونايزيشن للذره، فالايونايزيشن يعني كل اتوم دلوقتي بدل ما كانت في الحاله المتعادله بتاعتها، بقى دلوقتي بقى فيها جاب، بقى فيها دلوقتي تشارج، والتشارج دي الحقيقه هتاثر على الاستراكشر لو هي موجوده في مولكيول. فبيسكلي لو كان عندنا مولكيول، ومن اهم المولكيولز طبعا الموجوده عندنا في جسم الانسان هو المولكيول بتاع الووتر هو H2O، لما بيحصل فيها الكلام ده، لما بيحصل الانتر اكشن دوت مع ذره الاكسجين، بيبتدي يعني يطلع عندنا هنا بدل ما كان عندنا المولكيول بتاع ال H2O ستيبل، بيطلع عندنا ينفصل الى جزئين، جزء منهم بيبقى اكتيف هيدروكسيل جروب، وده الحقيقه بيبقى يعني تاثيراته الحقيقه بيتفاعل مع حاجات كتير الحقيقه، وممكن هو ياثر لنا على الاستراكشرز بتاعت مولكيولز ثانيه. فالحقيقه احنا كده عملنا يعني عملنا ديسربشن للمولكيول ستراكشر. المرحله اللي بعد كده ان احنا بنتكلم على الحاجات دي كلها، طبعا يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دوت ده يعني موجود داخل الجسم، وبالتالي بيبقى قريب من الجينز الموجودة عندنا داخل النواة. لما بيحصل عندنا دامج بالشكل ده كده، ممكن يحصل يا اما بطريقه دايركتلي او طريقه اندايركتلي، ممكن تاثر على الهيليكس الدبل هيليكس الموجود عندنا داخل الدي ان اي اللي موجود عندنا داخل النواه، وبالتالي بنتكلم ان احنا ممكن ناثر على الجينز الموجوده عندنا داخل النواه، ودي حاجه الحقيقه ممكن تكون خطيره جدا. التاثير ممكن يا اما يكون دايركت، يعني ممكن الالكترون طالع دوت او الحاجه اللي هي اللي طالعه دي ممكن هي تاثر لنا على طول على الدايركتلي على الدي ان اي ستراكشر نفسه البروتينز الموجوده هنا، يا اما ممكن هي تاثر على حاجات والحاجات دي تاثر على الاستراكشر بتاع الجينز. وانس ان الجينز اتغيرت، الجينز هي بيسكلي او الدي ان اي هو عباره عن خريطه عمل الخليه. لما بيحصل فيها اي دامج معنى كده الخليه دي بتتحول، يا اما ممكن يحصل لها ان هي تموت، يا اما ممكن يحصل لها ان هي تتحور وممكن تبقى خليه سرطانيه، وبالتالي بتاثر لنا على الحاجه اللي هتحصل بعد كده. الفانكشن بتاعت الخليه الحقيقه ممكن تتغير عن طريق الانتر اكشن ده. طبعا يعني وانس الخليه اتغيرت ممكن الاورجن نفسه يتغير، ممكن بعد الاورجن ممكن الشخص نفسه اللي هو كامل الجسم ممكن يتغير، ممكن هو يحصل له مشاكل. فبالتالي احنا بنتكلم على في أسوأ الاحتمالات مثلا ممكن يحصل ان الانتر اكشن دوت ممكن يعمل خليه سرطانيه، الخليه السرطانيه دي تبتدي تبقى موجوده في اورجن معين وتسربت الفانكشن بتاعت الاورجن دوت، وبالتالي ممكن هي تؤدي في الاخر الى مشاكل في يعني للمريض، ممكن تؤدي الى وفاته. زي ما بيكون في عندنا يونتس لاي كوانتيتي موجود عندنا في الطبيعه، بيبقى في عندنا برضو مجموعه من يونتس بتستعمل في الراديولوجي. في عندنا اربع وحدات اساسيه في الانترناشونال سيستم اوف يونتس، هم دول اللي بيستعملوا في قياس الاشعه عموما. اول واحده هي حاجه بنسميها الاير كيرما. كيرما دي اختصار كاينتيك انرجي ريليس ان ماتر، دي بتتقاس بحاجه اسمها جراي ان اير. اوكي، فدي الديفينيشن بتاعها هي كاينتيك انرجي ترانسفيرد فروم فوتونز تو الكترونز ديورينج ايونايزيشن اند اكسايتيشن ميجرد ان جول بير كيلوجرام. الجول بير كيلوجرام دي هي الوحده الاس اي يونت اللي هي الوحده العالميه بتاعه القياس، ودي بنسميها جراي، جراي ان اير عاده بنحط فيه، هي اسمها جراي بس بنحط بعديها في الاخر ايه علشان هي تعتبر ان اير، يعني بنقيسها من غير ما يكون في القياس ده يكون داخل التيشو، بنقيسها داخل الهواء.
الحاجه اللي زيها بالظبط اللي بنفس اليونت اللي هي جراي برضو جول بير كيلو جرام نفس الوحده، ولكن تقاس داخل التيشوز نفسها هي الراديشن انرجي ابزوربد ان تيشو بير يونت ماس. اليونت بتاعتها بنسميها جراي، ودي بتعتمد على نوع التيشو بقى. دي بنسميها الوحده نفسها بتبقى جراي تي، يعني جي واي وفي تي سمول في الاخر علشان تعرف لنا ان دي حاجه خاصه او بتعتمد على نوع التيشو نفسه. بنتكلم على الابزورب انرجي داخل التيشوز. في عندنا وحده اخرى دي بتستعمل بقى في الاوكيوبيشنال يعني راديشن وركرز، يعني بنتكلم على الناس اللي بتشتغل في مجال الاشعه. بنتكلم على الاوكيوبيشن اكسبوجر اللي هي الشخص اللي بيتعرض للاشعه من خلال عمله، ما هواش المريض. يعني الوحدات اللي قبل كده وحده الابزورب دوز دي بنتكلم على المريض اللي هو بيتصور بالاشعه، فبيسكلي احنا انتشنالي بنعرضه للاشعه. بالنسبه للاوكيوبيشن اكسبوجر احنا بنتكلم على الطبيب اللي بيعمل الاشعه او الفني اللي بيعمل الاشعه، ده بيتعرض بشكل عرضي، ما هواش مفروض ان هو يتعرض للاشعه، بس ممكن من خلال عمله يتعرض من غير ما يقصد لبعض الاشعه في اثناء عمله. فدي بنقيسها الحقيقه بوحده بنسميها سيفرت اس في. فدي هي عباره عن الكوانتيتي بتاعت الراديشن ريسيفد باي راديشن وركرز اند بوبيليشنز. بوبيليشنز برضو نفس الكلام، الناس اللي هم مثلا بيشتغلوا في المستشفى مثلا، ما هماش بيشتغلوا في قسم الاشعه، بس ممكن يكونوا بيبقوا قريبين من قسم الاشعه بشكل ما، او ممكن يتعرضوا للاشعه بشكل يعني ما هواش انتنشنال. عموما الوحده الاخيره حاجه بنسميها البيكريل. البيكريل دي حاجه مالهاش علاقه بالاكس راي، بس عموما هي وحده من وحدات الاشعه. دي بنتكلم عليها ان كونتكست اوف الراديو اكتيف ماتيريال، يعني بنتكلم على انها وحده لقياس الاشعاع اللي خارج من الراديو اكتيف ماتيريالز. فبيسكلي احنا بنتكلم ان هي ما هياش قريبه او ما هياش اكشوالي لها استعمال في الاكس رايز، بس عموما بنذكرها علشان يبقى كل اليونتس ذكرناها بالنسبه في الكونتكست بتاع الراديولوجيكال يونتس. لو حبينا نحول الوحدات اللي هي الاس اي يونتس اللي هي الاير كيرما الجراي السيفرت البيكريل، نحولها لبعض الوحدات يعني اللي هي دايما بتستعمل، اللي هي بنسميها كاستمر يونتس. دي عاده مستعمله يعني بشكل يعني دارج، بس ما هياش هي الاس اي يونتس، ما هياش الوحدات العالميه في الموضوع ده. ففي عندنا مثلا بالنسبه الاكسبوجر هو يعني الوحده بتاعته عندنا هي الاير كيرما، بس اكشوالي في وحده اخرى موجوده هي اسمها رونتجن. الرونتجن بيسكلي السيمبل بتاعها ار، دي برضو بتقيس نفس الحاجه بس الوحده نفسها مختلفه. لو حبينا ان احنا نحول الار اللي هي الرونتجن نحولها ل جراي، بنضرب في 0.01، بيبقى في عندنا بيسكلي في عندنا تحويله من الرونتجن للاير كيرما، ان احنا بيسكلي نضرب 0.01 نحصل على القيمه بالجراي اي اللي هي جراي ان اير. في عندنا واحده اخرى اسمها الراد، دي الابزورب دوز، واحده للابزورب دوز نفس العلاقه برضو، بنقدر نحول الراد نحولها للجراي تي اللي هي الابزورب دوز اللي هي بالجراي، بنضرب برضو 0.01. في عندنا وحده للافكتيف دوز دي اللي هي بنتكلم على الاوكيوبيشن اكسبوجر، في عندنا واحده اسمها رام. رام بيسكلي بنتكلم ان نضربها برضو 0.01 عشان نحصل منها على السيفرت. البيكوريل كان في عندنا حاجه ما يعني واحده برضو اسمها الكيوري. الكيوري بنضربها 3.7 في 10 اس 10 عشان نحصل منها على البيكوريل. فبيسكلي نسمرايز الوحدات تاني، اير كيرما از ذا يونت اوف راديشن اكسبوجر اور انتنسيتي، الجراي اللي هي الجراي تي از ذا يونت اوف راديشن ابزورب دوز، واحده فيهم اكسبوجر واحده ابزورب دوز. السيفرت ذا يونت اوف اوكيوبيشن اكسبوجر والافكتيف دوز، والبيكوريل هي اليونت اوف راديو اكتيفيتي. فلما تخيل مثلا سيتويشن زي هنا كده، لو احنا عندنا هنا سورس اوف جاما رايز مثلا فور اكزامبل، سورس اوف اكس رايز، اكس رايز وجاما رايز هما لهم نفس النيتشر، فبيسكلي بنقيس الانتنسيتي بتاعت الرايز اللي طالعه ان ترمز اوف كيرما اير كيرما اللي هي جراي ان اير. بنتكلم على الافكتيف دوز اللي عند البيشنت نفسه، لو احنا عندنا مثلا شخص بيتعرض للاشعه دي بيبقى الوحدات بتاعتها جراي. لو هو حاطط البادج بتاع قياس الاوكيوبيشن اكسبوجر بيبقى الوحدات اللي بناخدها من القياس بتاعه دوت بنقيسها بالسيفرت. لو في عندنا ماده مشعه، الماده المشعه ديت بيسكلي بنتكلم على ان الاشعه اللي خارجه منها او اللي هي نسبه الراديو اكتيفيتي طالعه منها او كميه راديو اكتيفيتي طالعه منها بنعرفها بوحدات بيكريل. فبيسكلي احنا بنتكلم على لو هي بتطلع جاما رايز يبقى معنى كده ممكن نقيسها بالجراي ان اير
اوكي، او بنقيس الاكس راي اوتبوت برضه نفس الكلام بالجرين اير. لو بنقيسها في الاكسبوجر يعني بنقيس الابزورب دوز داخل الشخص نفسه، بنتكلم على اللي هو جراي. الاوكيوبيشنال اكسبوجر سيفرت، الراديو اكتيفيتي بالبيكرات. لو حابين نلخص الـ cardinal principles for radiation protection اللي هي القواعد الأساسية للوقاية من الإشعاع، في الحقيقة ثلاث قواعد أساسية الناس اجتمعوا عليهم علشان يحاولوا يقللوا الـ radiation exposure. يعني أول حاجة الـ keep the time of the exposure to radiation as short as possible، يعني نقلل وقت الاكسبوجر للراديشن لاقل قدر ممكن محتاجينه علشان الدايجنوسيس او علشان يعني ان احنا نقدر نوصل للصوره ان هي تكون مناسبه للتشخيص. الحاجه الثانيه maintain as large distance as possible between the source of radiation and the exposed person. يعني بتكلم هنا ان احنا كل ما احنا بعدنا عن الشخص، كل ما احنا بعدنا بين الشخص وبين السورس اوف راديشن كل ما الاكسبوجر بقى اقل. الحاجه الثالثه ان احنا بنسيرت شيلدنج ماتيريال بتوين ذا راديشن سورس اند ذا اكسبوزد بيرسون. يعني احنا دلوقتي لو عايزين نقلل الراديشن اكسبوجر لشخص معين لازم نحط بينه وبين السورس لازم نحط شيلدنج ماتيريال. نتكلم على الكلام ده بالتفاصيل اكتر شويه. بالنسبة للوقت الـ dose is directly related to the duration of the radiation exposure، يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على الـ exposure هو عبارة عن الـ exposure rate times الـ exposure time، فمعنى كده هو بيتناسب طرديا مع الـ exposure time، فمعنى كده كل ما احنا قللنا الـ exposure time كل ما كان كمية الإشعاع اللي تعرض لها الشخص كل ما كانت أقل. الحاجة الثانية بالنسبة للديستنس، طبعا عندنا معروف في الإشعاع عموما حاجة اسمها الانفرس سكوير لو، يعني بيسك احنا بنتخيل ان احنا عندنا السورس اوف راديشن عبارة عن نقطة موجودة في مركز كورة، وبالتالي بنلاقي ان احنا سطح الكورة ده بيزيد بمقدار يعني هو بيساوي 4 باي ار سكوير، يعني يعني بيسكلي بيعتمد على الراديوس بمقدار يعني ار تربيع، يعني الراديوس مربع. فبالتالي كل ما احنا بعدنا الديستنس كل ما كان الراديشن اكسبوجر او الراديشن دوز بتبقى يعني متوزعه على سطح اكبر، فبالتالي الشخص نفسه بنفس المساحه بيتعرض للراديشن اقل كل ما كان المسافه بينه وبين الراديشن سورس اكتر. العلاقه زي ما بنقول هي علاقه انفرس سكوير لو، فبنتكلم بيسكلي ان احنا بنتكلم على يعني لو احنا مثلا المسافه بدل ما كانت فرضا 50 سم خليناها متر بيبقى الاكسبوجر بيبقى اقل بمقدار الربع، ودي حاجه الحقيقه مهمه جدا. طبعا احنا ممكن نتخيل ان احنا في الاكس راي زي ما احنا كنا بنتكلم في الاكس راي تيوب السورس اوف اكس راي الفوكال سبوت بتاعت الاكس راي اللي بتطلع لنا الاكس راي نفسها هي بتبقى يا اما سمول فيلمنت يا اما لارج فيلمنت، الاثنين ما هوش بوينت سورس. بس النقطه ان احنا ممكن ان احنا لو كان الديستنس فروم ذا سورس اكتر من خمس مرات الديامتر بتاع السورس بقدر اعتبر ان هو بوينت سورس، بقدر اسيوم ان هو بوينت سورس، يعني هو بيبيهيف براكتيكالي اكنه بوينت سورس. طبعا هنتكلم على السمول فيلمنت واللارج فيلمنت الاثنين بنتكلم على حاجات يعني سنتيمترز، يعني بنتكلم على حاجه صغيره جدا في الحجم. فبالتالي لما بنتكلم على الديستانس مثلا متر ولا حاجه بيبقى اكيد اكتر بكتير من خمس مرات الدايمتر بتاع السورس، فبالتالي الانفرس سكور لو بيابلاي في الـ في الـ في البروبلم بتاعت الاكس راي ايمجينج بشكل يعني يعتبر يعني تطبيقه بيبقى سليم 100%. الحاجه الثالثه اللي هي الشيلدنج، طبعا احنا بنتكلم على ان احنا لما بنحط شيلدنج بتوين ذا راديشن سورس اند اكسبوزد بيرسون بنقلل كتير جدا من كميه الراديشن اللي بتوصل للشخص نفسه. طبعا بنتكلم على الشيلدنج مثلا ممكن يبقى ملابس تلبس بيبقى فيها مثلا رصاص، ممكن يبقى فيه مثلا الشخص التكنولوجيست مثلا اللي هو بيصور يبقى واقف ورا ليدد جلاس مثلا ولا حاجه، يبقى في عندنا يعني طريقه علشان نحمي بيها الشخص اللي موجود يعني او بيتعرض ل او موجود في غرفه الاكس راي يعني كل يوم زي الاشخاص اللي بيشتغلوا في اقسام الاشعه، لازم نعمل حاجه بحيث ان هي تقلل الدوز بتاعتهم بشكل كبير.
طبعا بالنسبه للبيشن ما نقدرش نعمل كده. البيشن احنا قصدي ان احنا نعرضه للدوز عشان بيسكلي بنستعملها عشان نطلع بيها الصوره. فاحنا بنتكلم على الشيلدنج دوت، بنتكلم على الاشخاص اللي هم بيعملوا في اقسام الاشعه، مش بنتكلم على البيشن. بالنسبه للشيلدنج، الشيلدنج زي ما كنا بنتكلم كده، ممكن يبقى الناس تلبس حاجه اسمها بروتكتيف ابارل، يعني بيتكلم على يعني حاجه زي ايبرون كده بيتلبس، والايبرون دوت بيبقى يعني بيسيكلي عباره عن في جوه يعني شيت اوف ليد بيبقى الثيكنس بتاعه حوالي نص ملي، والنص ملي ده الحقيقه بيعمل حمايه كبيره للشخص اللي موجود دوت، يعني كل الاجزاء اللي متغطيه دي تبقى الاكسبوجر بتاعها بيبقى اقل بكتير نتيجه للشيلدنج اللي موجود بين السورس وبين الجسم. فبيسكلي عاده لما بنيجي نتكلم على الشيلدنج لازم نتكلم على الدوز ريدكشن ان ترمز اوف يعني حاجه زي الهاف فاليو لاير. يعني بمعنى لما بتكلم مثلا على يعني الهاف فاليو لاير بتكلم على اللاير اوف الماتيريال اللي بتقلل الدوز او بتقلل الكوانتيتي بتاعت الاكس راي للنص. ممكن نتكلم عليها برضو ان ترمز اوف حاجه بنسميها التنث فاليو لاير. التنث فاليو لاير بتقلل الدوز للعشر، وطبعا في علاقه يعني مباشره بين الاثنين، ان ال 10th value layer بتساوي 3.3 ال half value layer. طبعا احنا بنتكلم على الاثنين الحقيقه، علشان لما نيجي نتكلم على نوع معين من انواع الماتيريال بنتكلم عليها ان هي لما بنعرف ال half value layer بتاعها كام بنقدر نعرف هي بتعمل ريدكشن للدوز بمقدار قد ايه. على سبيل المثال لما بتكلم على ال 0.5 ملم لاد اللي بيتحط داخل الابرون اللي بيتحط هنا في الملابس الواقيه اللي بيلبسوها الناس اللي بتشتغل في اقسام الاشعه، بنتكلم دي حوالي 2 هاف فاليو لاير، يعني بتقلل الدوز يعني بالشكل ده كده للربع، يعني كل هاف فاليو لاير بتقلل النص. لما بحط 1 هاف فاليو لاير تبقى النص، لما بحط كمان هاف فاليو لاير يبقى النص ده بيبقى ربع، فبالتالي بيبقى في ريدكشن ل 25%. بس اكشوالي لما الناس شافت ال 0.5 ملم دي لما عملوا اكشوال ميجرمنتس لقوا ان الريدكشن بيبقى ابروكسيمتلي 10%، يعني بمعنى ان انا بقلل الدوز ل 10% من الدوز اللي موجوده يعني خارج الابرون. ودي طبعا حاجه بتبقى يعني في الواقع بتبقى مور ذان انف، نتيجه لان الحاجه اللي بيتعرض ليها الشخص اللي بيعمل في الاكس راي بيبقى سكاتر راديشن، ما بيبقاش المين بيم. المين بيم هو اللي بيتعرض له البيشنت، انما السكاتر راديشن بيبقى اي حد موجود في الغرفه ممكن يتعرض ليه. لو احنا بنتكلم بقى على مثلا ان احنا بنعمل وقايه او بنعمل شيلدنج للغرفه بتاعه الاشعه نفسها، طبعا بنتكلم بقى على مواد زي الليد، ممكن نحط رصاص في الحائط او ممكن نحط كونكريت، ممكن يبقى الثيكنس بتاعه ازيد شويه. احنا بنتكلم على مثلا ناخد مثلا عند 100 كيلو فولت بيك، الليد بيبقى ربع ملي، بيعمل الهاف فاليو لاير بتاعته ربع ملي. الكونكريت لازم 1.5 سنتي عشان يبقى هاف فاليو لاير بالنسبه للاكس راي ات 100 كيلو فولت بيك. لو بتكلم على التنث فاليو لاير بتكلم على الليد بيبقى يعني 0.8 مليمتر، الكونكريت بنتكلم على 5.1 سنتيمتر. طبعا زي ما احنا شايفين كده لو احنا حطينا كميه ولو قليله من الليد في الجدران بتاعه غرفه الاشعه بنلاقي ان هي الحقيقه ما فيش احتياج ان احنا نحط كونكريت بشكل مبالغ فيه بالنسبه للغرف بتاعه الاشعه. فطبعا احنا بنتكلم على ان احنا بنختار الثيكنس المناسب علشان يقلل لنا الدوز تبقى سيف انف عشان الناس اللي خارج غرفه الاشعه ما يتعرضوش للسكاتر راديشن. فده طبعا حاجه من الحاجات الاساسيه اللي لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنعمل تصميم لغرف الاشعه. حاجه مهمه جدا لازم نتعلم ان احنا ازاي نحسبها هي الافكتيف دوز. هي الافكتيف دوز هي يعني بيسك ذا ايكويفالنت هول بودي دوز. يعني لو احنا بنتكلم ان احنا بنعمل اكسبوجر لسنجل بارت اوف ذا بودي بيسيكلي، فالريسك از بروبورشن تو ذا افكتيف دوز اللي احنا بنتكلم عليها دي. يعني بنتكلم بقى ان احنا عاده لما بنيجي نعمل تصوير لحاجه معينه في حاجات تانية كمان معاها بتتعرض للاشعه معاها، مش بس الحاجه اللي احنا بنصورها وبس. يعني فرضا احنا دلوقتي بنصور مثلا القلب مثلا، او بنصور مثلا يعني العظم اللي موجود مثلا في الريبس، بيتعرض مثلا معاها اللنج، بيتعرض معاها القلب، بيتعرض معاها لو في مثلا الاشعه مثلا نازله الجزء تحت شويه ممكن الليفر، وممكن الجزء اللي فوق اللي هو يعني جزء من الرقبه مثلا يبقى فيه الثايرويد. ففي اجزاء كتيره من الجسم ممكن تتعرض في واحنا بنصور حاجه معينه. النقطه ان كل نوع من انواع الانسجه اللي موجوده في الجسم له حساسيه مختلفه
للاشعه يعني مختلفه عن الانسجه الاخرى. يعني على سبيل المثال يعني احنا عامه الدوز بنحسبها ان هي عباره عن ويتد سم، كل واحده من الدوزز اللي احنا بناخدها عند كل واحده من الاورجنز مضروبه في ويت، والويت ده بيعتمد على الاورجن نفسه هو ايه. يعني لو احنا بنتكلم على الجونتس، جونتس دي اللي هي بنتكلم على الـ الاجهزه التناسليه اللي موجوده في الجسم، بنتكلم على الويتنج فاكتور اعلى حاجه 0.2. يعني نفس الدوز لو احنا اتعرضنا ليها في منطقه الجونتس هنلاقي ان التاثير بتاعها اكتر بكتير جدا من منطقه اخرى، من اي منطقه اخرى. الاكتيف بون مارو برضو من الحاجات اللي هي بيحصل لها ديفرنشيشن عشان تبقى بعد كده يعني تطلع بقى انسجه او تطلع اللي هي كرات الدم الحمراء مثلا علشان يعني تعمل يعني رينيوال للدم، بنتكلم عنها 0.12. الكولون اللي هو القولون بنتكلم على 0.12، اللنج 0.12، الستومك 0.12. نبتدي بقى نشوف بعد كده بقيه الحاجات الثانيه، مثلا بنتكلم على البلادر، البريست، الاسوفاجس، الليفر، الثايرويد، كلهم 0.05 اقل بكتير. يعني بنتكلم مثلا على التعرض للجونتس بالنسبه للليفر بنتكلم على 4 مرات الافكتيف دوز في الجونتس بالنسبه للليفر لو تعرضوا هما الاثنين لنفس الاكسبوجر. فلازم نبقى واخدين الكلام ده في اعتبارنا ان الكلام ده مهم للغايه. بنتكلم على البون سيرفيس ونتكلم على السكين بتبقى اقل بكتير 0.01. احنا ممكن بقى لاي وضع معين من اوضاع التصوير ممكن نحسب الافكتيف دوز، والافكتيف دوز دي الحقيقه بتبقى مهمه جدا عشان نعرف الـ يعني الاكشوال او الحاجه اللي هي بتاثر فعليا في الدوز نفسها او بتاثر فعليا في الانسان بتبقى حوالي قد ايه في وضع معين. ناخد أمثلة لحساب الإفكتيف دوز بالنسبة لحالات فيها patients وحالات فيها occupation exposure. في حالة مثلا زي الـ CT، لو احنا عملنا CT على الأبدومين والبلفس بيسيكلي بنتكلم على التيشو دوز اللي احنا بنحسبها، اللي هي بنتكلم على الدوز اللي هي بالجراي، بنتكلم على 20 ميلي جراي. عايزين نحسب الإفكتيف دوز، بيسيكلي احنا بنعرض الجونتس، بنعرض الكولون، بنعرض الليفر للراديشن دوز. فبنتكلم هنا ان احنا عندنا 20، هي نفس ال 20 دي، هي نفس ال 20 ملي جراي اللي موجوده هنا دي، بنضربها فاكتور 0.2 علشان الجونز الفاكتور بتاعها 0.2، بنضربها 0.12 عشان الكولون 0.12، بنضربها 0.05 عشان الليفر 0.05. نجمع الارقام دي كلها ونحسب في الاخر التوتال الايفكتيف دوز بتساوي كام بالظبط. مثال اخر لو احنا بنتكلم على البوستيريور انتيريور تشست راديوجرافي، يعني عندنا مثلا وضع زي كده بنعمل تشست راديوجرافي. الانسجه اللي بتتعرض هي اللنجز، البريست، الاسوفاجس، الثايرويد. الويت بتاع اللنج لو احنا بنتكلم على الافكتيف دوز 0.05 ملي جراي او 50 مايكرو جراي، اوكي هي نفس الحاجه، نفس الحاجه بالظبط. فبيسيكلي بناخد ال 50 ديت ونضربها في الويت بتاع اللنج عشان نحسب الافكتيف دوز بتاعت اللنج، نضربها 0.05 بالفاكتور بتاع البريست عشان نحسب الافكتيف دوز في البريست، 0.05 عشان الاسوفاجس، 0.05 عشان الثايرويد، ونجمع كل الارقام دي ويطلع في الاخر التوتال اكسبوجر نفسه بيساوي كام. التوتال اكسبوجر اللي هو افكتيف دوز في الـ في الـ في الشيست اكس راي بيساوي كام. نفس الحاجه هي ممكن نعملها برضو بالنسبه للشخص اللي بيعمل اكس راي نفسه، اللي هو الفني بتاع الاكس راي نفسه. فبيسيكلي هو عاده بيحط مونيتور، دوز مونيتور عاده بيبقى واحده من الحاجات اللي هي علشان تقيس الاكسبوجر اللي اتعرض لها الشخص نفسه. بيبقى في عندنا يعني حاجه زي يعني بادج كده بيبقى يعني يقدر بيه يقيس الافكتيف دوز اللي اتعرض ليها او كميه الاشعاع الاكسبوجر اللي اتعرض ليها، ونقدر بعد كده نحسب الافكتيف دوز بنفس الشكل بالظبط. لو احنا مثلا فرضا كان الجزء بتاع الثايرويد متعرض، فبيسيكلي لو انا عرفت الدوز كام بالظبط من القياس اللي موجود عندي هنا بقدر احسب بالظبط الدوز بتاعت الثايرويد بتساوي كام، بان انا اضرب الدوز اللي انا حسبتها من هنا في الفاكتور بتاع الثايرويد اللي هو عباره عن 0.05. عموما القانون نفسه بتاع الافكتيف دوز، احنا بناخد الدوز اللي هي بالجراي ونضربها في الفاكتور اللي مقابل للتيشو تايب اللي احنا بنتكلم عليه، سواء كانت جونادز او ليفر او لانز او ستومك او تيفر، وبعد كده بنجمع كل الكلام ده عشان نحسب التوتال افكتيف دوز اللي هي تعتبر التوتال افكت بتاع الراديشن اللي تعرض ليها الشخص نفسه. ف
فطبعا احنا بناخد حاجه بالجراي ونطلع حاجه في الاخر بالسيفرت، بنطلع حاجه اوكيوبيشن اكسبوجر، بنطلع حاجه زي السيفرت دوت، هو طبعا الحاجه اللي هي كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، هي اللي بتحسب لنا الاوكيوبيشن اكسبوجر. فدي الحاجه الحقيقه اللي احنا نقدر نحسبها ونقدر نعرف بعد كده الكميه بتاعه الاكسبوجر اللي اتعرض لها الشخص ده، عشان بعد كده على مدار سنه لو فرضا ان الشخص اللي بيشتغل في قسم الاشعه ده اتعرض لدوز اعلى من الليمت، بنضطر ان احنا نخليه بقيه السنه ما يشتغلش علشان يقدر ان هو يعني يحتفظ بالكميه بتاعه الاشعه اللي هو تعرض لها، بتبقى اقل من الليمت اللي هو ممكن يعمل له مشكله. فطبعا واحده من الحاجات المهمه الحقيقه اللي احنا نقدر نستعمل القانون بتاع الافكتيف دوز عشان نعمل الكلام ده. بالنسبة لأنواع الأخرى من الراديشن هي نون أيونايزنج راديشن اللي هو ما بيسببش تأيين للمواد اللي هو بيمشي فيها، زي مثلا ميديكال ليزرز. ميديكال ليزرز طبعا بتستعمل في العمليات الجراحية، الحقيقة ميديكال ليزرز في منتهى الخطورة لأن هي طبعا ممكن تسبب مشاكل، هي طبعا بتستعمل في السيرجري، ممكن هي نستعملها عشان نقطع بيها حاجات أو ممكن نعمل بيها أبليشن لحاجات، يعني نحرق بيها بعض الأنسجة مثلا اللي هي فيها أورام أو حاجات زي كده. فالحقيقة في منتهى الخطورة، الباور بتاعتها ممكن تكون عالية وممكن هي تاذي الشخص يعني بشكل كبير الحقيقه لو تعرض ليها. فالحقيقه لازم يبقى فيه بروتكتيف جير، يعني اول حاجه ما نقدرش نبص عليها بشكل مباشر، فغالبا بنستعمل حاجه زي بروتكتيف جلاسز بالشكل ده كده. والبروتكتيف جلاسز دي الحقيقه بتعتمد على الويف لينث بتاع الليزر. الليزر بيبقى له مالتيبل ويف لينث، يعني كل نوع من انواع الليزر بيبقى لها ويف لينث محدد، فلازم نبقى لابسين البروتكتيف جلاسز اللي هي كومباتيبل مع الويف لينث اللي انا بشتغل بيه. طبعا بنتكلم على الحاجات اللي هي السكاترنج بتاع الليزر راديشن ده ممكن يأذي العين بشكل كبير، فطبعا مهم جدا ان احنا نلبس بروتكتيف جلاسز. وطبعا الاستعمال بتاع الليزر لازم يبقى في منطقه لازم يبقى فيها ورنينج ساينز، بحيث ان محدش يعني يخش كاجوالي كده وممكن يتعرض لاشعه من غير ما يكون واخد باله وممكن تسبب له مشاكل في حاجات كتير. واحده من الحاجات اللي الناس ما تاخدش بالها منها كتير الحقيقه، البلو لايت الحقيقه بيبقى مؤذي جدا للعين، يعني دي حاجه ممكن الناس ما تكونش واخده بالها منها، بس الحقيقه واحده من الحاجات اللي فعلا مهمه ان احنا نعرفها. في عندنا البلو كيورنج لايت اللي بيستعمل عشان مثلا في الحشو بيتحط الحشو، بعد كده يبقى الكيورنج لايت ده هو اللي بيخلي الحشو ده يعني يجمد، يعني يتحول لشكل سوليد، بحيث ان هو بعد ما يتشكل مثلا الطبيب بيشكله بيعمل له لايت ده عشان يبقى كيورد. فهو شكل الابليكيتور بيبقى شكله حاجه بالشكل ده كده، بيبقى الحقيقه محطوط فيها حاجه زي جلاس كده ملونه، حاجه اكنها بروتكتيف جلاس زي دي كده بالظبط، بحيث الطبيب لما يكون بيبص على المكان اللي بيابلاي فيه البلو لايت ما يبصش عليه بعينه مباشره. فدي الحقيقه واحده من الحاجات المهمه، ما يستحسنش ان احنا نتعرض للبلو لايت بشكل كبير. على فكره في بعض حتى الكمبيوتر يوزرز بيستعملوا حاجه اسمها بروتكتيف جير كده او بروتكتيف جلاسز كده، بتخلي البلو لايت يبقى اقل ما يمكن. البلو لايت للاسف بيسبب مشاكل في الشبكيه، فيعني يستحسن ان احنا ما نبقاش بنستعمل بلو لايت بشكل كبير، او حتى لما يعني لما نكون بنستعمل حاجه فيها بلو لايت لازم ان احنا نبقى لابسين بروتكتيف جلاسز. الالترا فايولت الحقيقه واحده من الحاجات المهمه جدا اللي هي برضو بتاثر معانا جامد الحقيقه في يعني على الاشخاص. الالترا فايولت الحقيقه بيعمل مشاكل ان هو يعني ممكن ان هو يعني زي مثلا البلو لايت كده ممكن برضو يأذي العين، وممكن ان هو يعني عموما بيبقى له مشاكل كتير الحقيقه الالترا فايولت عموما يعني. فالحقيقه بنتكلم ان هو بيستعمل مثلا في النيو بورن جوندس اللي هو الصفراء بتاعت الاطفال، مرض الصفراء بتاع الاطفال. الحقيقه العلاج بتاعه ان هو يحط بيسكلي لامبس بالشكل ده كده، بتبقى الترا فايولت لامبس. الحقيقه اللامبس دي بتعمل رياكشن مع البيلي روبي اللي موجود عندنا في الدم، هو اللي بيعمل اللون الاصفر اللي هو للطفل اللي بيبقى في السن دوت، وبيكسره، لان هو الحقيقه الجوندس بينشا عن ان العصاره الصفراويه اللي هي المفروض تطلع من الكبد ما بتبقاش لسه ويل ديفلوبد، الكبد لسه ما بيكونش يعني في الحاله اللي هو كامله النمو بتاعته. فالحقيقه الالترا فايولت بيساعد على تكسير البيلي روبين، وبالتالي بيساعد على تخفيف الاعراض بتاعه الجوندس. فده بيبقى لازم نحط الطفل في يعني نحطه فوقيه لامب كده، الترا فايولت لامب بالشكل ده كده، عشان تعرض جسمه للاشعه دي، علشان في الاخر يعني تسبب يعني تساعده ان هو يعني يبقى حالته احسن. وبالتالي هنلاقي هنا ان الطفل هنا لما بيتعرض للاشعه دي لازم نحط حاجه على عينيه علشان عينيه ما تاذيش من الاضاءه بتاعه الالترا فايولت. فدي حاجه مهمه جدا، لازم نحط بروتكشن اي وير علشان الطفل دوت ما يتعرضش، عينيه ما تتعرضش للاشعه دي ويحصل لها اذى.